ازاي اخلي الجيتار بتاعي يعمل الديستورشن بالامب. انت عزفت يا بتاع البيانو وجعت دماغنا. اهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن موضوع جديد الناس سألت عليه، ازاي عن طريق الامبليفاير اضبط الامبليفاير بتاعي بحيث اني اقدر اطلع منه صوت الديستورشن اللي الناس كتيرة بتستعمله في البوب والروك والهيفي ميتال، وحتى في موسيقانا حتى احنا العربية بيبقى فيه سولوهات برضو معمولة بالجيتار اللي ليه طعم الديستورشن ده. يلا مع بعض نشوف الامبليفاير ونشوف هنقدر نعمله ازاي. ده الامبليفاير بتاعي. الامبليفاير بتاعي فيه قناتين، واحدة القناة اللي هي ما فيهاش ديستورشن، القناة دي صوتها هيبقى عادي زي ما انتوا سامعين، هيبقى صوتها عادي جدا. وفي قناة تانية اللي هيبقى فيها الديستورشن ده هنسمعه دلوقتي. طيب انا عملت الصوت بتاع الديستورشن ده ازاي؟ على فكره صوت الديستورشن ده مش موجود اساسا في الـ في الـ في الامب. احنا ممكن نسمع دلوقتي لو انا وطيت حاجه اسمها الجين. لو انت شايف معايا دلوقتي هوطي الجين ده مثلا لحوالي 2 مثلا من 10 واسمع صوت الجيتار هيبقى عامل ازاي. صوت الجيتار نقي ما فيهوش اي حاجه. انا مختار الامب بتاعي دوت بيبقى فيه انواع امبليفايرات تقليد لصوت الامبليفايرات يعني، فده حاجه اسمها بريت كومبو اللي هو البريتش الشهير، الامب البريتش الكومبو الشهير. فانا عملت عليه العلامه بتاعه اختياره فبيطلع الصوت النقي بتاعه كده. كل ما هزود الجين، يعني ايه الجين بتاعي دوت؟ كل جيتار بيطلع صوت طبعا ضعيف جدا من الميكروفون دوت. الميكروفون ده الصوت الضعيف اللي طالع من الجيتار بتاعي دوت لما بيدخل على الامبليفاير بيدخل على اول حاجه تكبر حاجه تكبر الصوت اللي طالع ضعيف من صوت الكويلات بتاعته ده او المايكات بتاعته ده، بيسموه بري امب. بري امب يعني كبر الاشاره بحيث انها تقدر تتعالج بعد كده. فكل ما انت بتفتح البري امب دوت او بتفتح الحنفيه اللي مدخله الصوت بتاع الاوتار ديت اللي جاي على الكويلات او المايكات ديت، كل ما هيدخل معاه صوت اهتزازات الوتر نفسه والديستورشن اللي بيطلع معاه. فكل ما انت بيسموه حاجه بيسموها كرانكت او اوفر درايفت، يعني انت زودت قوي في الانبوت اللي داخل ده. كل ما تزود الانبوت اللي داخل دوت والحنفيه اللي في الاخر طبعا بتظبط الصوت اللي طالع منها، كل ما هيطلع لك الصوت فيه الديستورشن اكتر، انك دخلت اكتر معاه صوت الاوتار دي وعملت اوفر درايف للسيستم اللي موجود بتاع الامبليفاير نفسه. طب احنا هنجرب تجربه عمليه دلوقتي. انا هخلي الجين على مثلا 3 مثلا واسمع الصوت. الصوت ابتدى يزيد فيه شويه، الموضوع الكرانش اللي هو صوت الديستورشن اللي بيجي معايا من الاوتار دوت. طب نسمع بقى لو عملته على 6 من 10. سامع؟ كل ما تعزف اقوى على الاوتار كل ما بتضغط اكتر على السيستم يطلع صوت الديستورشن دوت. نعملها على 8 أو 9 من 10 جين. خلي بالك كل ده انا مثبت الفوليوم بتاعي او الصوت النهائي او الماستر بتاعي على 2 أو 3 تقريبا. طب اسمع بقى لما زودت الجين فتحت الحنفية على 9 من 10 مثلا. بقى صوت تقريبا شبه صوت الجيتار بتاع سانتانا. طب
الحل بتاعك المفتاح الجين. مفتاح الجين ده عبارة عن انك انت بتزود الداخل البري امب بتاع الجيتار دوت وتقلل الصوت الفوليوم او الماستر اللي بيطلع منه في الاخر، فانت هتدخل ديستورشن اكتر من الكم اللي طالع، وطبعا بتتحكم بالمايكروفون اللي انت حطه قدام الامبليفاير بتاعك تطلع وتكبر الصوت دوت في الميكسر زي ما انت عاوز. فدي نقطة مهمة جدا لاخواننا مهندسين الصوت برضو، انك انت ما بتيجي تسجل صوت الديستورشن انت بتطلع الديستورشن من امب عادي جدا وبتحط قدامه مايكروفون، والمايكروفون دوت هو اللي بيلقط من السماعة صوت الديستورشن. كمان مكان المايكروفون، هل هتحطه على القطر الخارجي من السماعة حوالي على التلت تقريبا او الربع، ولا تحطه في النص؟ الاصوات بتفرق وكلها صح، يعني مش حاجة صح وغلط فيها، هي كلها على حسب ذوق العازف والمقطوعة اساسا او الغنوة اللي انت بتعزفها او السولو اللي انت بتعزفه، عاوز صوت شكله ايه والتون بتاعه شكله ايه. اتمنى ان انا اكون وضحت الديستورشن اللي هو سهل جدا، انك انت بتدخل اشارة عالية جدا فيها ديستورشن وتقلل صوت الماستر اللي طالع، فيطلع صوت مكبر جدا الديستورشن اللي جواه دوت، فهيطلع لك الصوت اللي احنا بنسميه كرانكت او كرانشي او بيسموه الصوت الاوفر دريفن او الديستورتد للجيتار. طبعا اصوات الامبليفيرات بتختلف من امبليفير للتاني، فده امبليفير مثلا اسمه ارفير دوت بيعمل الصوت اللي هو الديستورشن بتاع الهيفي ميتال. اشوفكم الحلقة الجاية.